العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين، الحدادين بيكونوا بيفصلوا الحديد، بيكون في نفس الوقت بيشوه. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. الأستاذ بناني اتولد في طنطا، أربعة اثنين 1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد الآب والابن والروح القدس الآن كل أنت أردور كلها أمين. التجارب وإزاي ربنا بيتعامل فيها معانا، كل إنسان فينا بيمر بتجارب كتيرة، لكن مش كل التجارب من ربنا، ما أقدرش أقول عليها أنها كلها من ربنا. وعلمنا يعقوب يقول كده: لا يأكل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موت. إذن في تجربة مني أنا، وفي أحيانا ربنا بيسمح بتجارب، بس تجارب ربنا اللي بيسمح بيها لفايدتي. الغرض منها إيه؟ إنه يتوبني. الغرض من التجربة اللي ربنا بيسمح بيها ليا إنه يتوبني. الغرض منها إنه ينقيني من خطية معينة، زي ما عمل مع أيوب، حس بنفسه شوية بالبر الذاتي، فربنا سمح له بالتجربة الكبيرة اللي مر بها أيوب عشان ينقي من خطية البر الذاتي ده، وأصبح أيوب رمز ومثال للصبر. سمعتم عن صبر أيوب زي ما الكتاب المقدس قال عنه. أيضا فايدتنا أنه أحيانا يكون عندنا شوية كبرية، ربنا يسمح بتجربة يخلينا نتضع، يخلينا كده نحتاج ربنا، نشعر باحتياجنا لربنا، نشعر بمعونة ربنا اللي نطلبها، معونة ربنا عشان تسندنا في الضيقة، خلينا نتضع. التجارب اللي بيسمح بيها ربنا بيسمح بيها للخير، كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الرب. عشان كده معلم يعقوب قال كده: احسبوا كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه، عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا. اذا ربنا لما بيسمح بحاجه الغرض منها انه يدينا، الغرض منها خير. عشان كده معلمنا يعقوب قال: احسبوا كل فرح. التجارب اللي بيسمح بيها ربنا مش ممكن تكون فوق طاقتنا، مش ممكن، استحاله تكون فوق طاقتنا. الله أمين لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. لو ربنا عارف إن أيوب ما يحتملش التجربة دي ما كانش سمح له بيها، لكن ربنا عارف إن أيوب هيحتملها عشان كده سمح له بيها. فربنا بيتعامل معنا كده، استحالة يدينا تجربة فوق طاقتنا. تجربة أيوب كانت صعبة، فقد ولاده كلهم، فقد ثروته، فقد صحته، أصحابه تخلوا عنه، يعني تجربة جامدة، لكن ربنا عارف إن أيوب يقدر يحتمل، فعشان كده سمح له بالتجربة دي. فربنا مش ممكن يجرب واحد فينا وهو عارف إنه ما يحتملهاش أبدا. ربنا بيسمح ليها بالتجارب عشان يدي معها المنفذ برضه. ربنا ما بيسيبناش، عمر ربنا بيسيبنا. يكده الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتمل. شوفوا كده مثلا داود النبي اتحارب قد إيه من شاول الملك، كان بيطرده قد إيه عشان يموته، لكن في نفس الوقت ربنا حافظ على داود، ربنا ما تخلاش عن داود في كل هذه التجارب، ما سمحش إن شاول يأذيه. يوسف الصديق دخل في تجارب صعبة جدا، إخواته باعوه كعبد، ولما راح لامرأة فوطيفار طلبت منه الخطية وهو رفض، وقال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ أمام الله، وبسبب أمانته وبسبب طهارته اتبلت عليه ودخل السجن.
ولما دخل السجن كانت تجربة شديدة جدا، يقال انه قعد 13 سنة في السجن، لكن في الاخر ربنا طلعه من السجن واصبح نمرة 2 في مصر، رئيس وزراء مصر. دانيال النبي لما اترمى في جب الاسود عشان امانته في العبادة بتاعته، ربنا ما تخلاش عنه في الجب، تجربة شديدة جدا. دانيال في جب اسود، كلها اسود ما اكلوهاش، فالمفروض تلتهمه، لكن كده يقول كده: إلهي أرسل ملاك فسد أفواه الأسود، وخرج دانيال سليم من جب الأسود. كله للخير. ثلاث فتية اترموا في أتون النار، مين يخش أتون النار وما يتلسعش وما يتحرقش وهدومه ما تولعش ويتحرقوا كلهم؟ لكن في التجربة القاسية دي الشديدة دي ربنا كان معاهم وسطهم في التجربة، وشعر من رؤوسهم لم تحترق. ده عمل ربنا مع الإنسان في التجارب، ربنا يدي التجربة ويدي معها المنفذ. أيضا مفيش تجربة ما بتنتهيش، أكيد بتنتهي، مفيش تجربة تستمر إلى الأبد، أكيد بتنتهي في يوم من الأيام. ثق إن ربنا أب حنين بيحبك، لا يدعك تجرب فوق ما تحتمل، يديك المنفذ في التجربة عشان تكون في الآخر للخير. لإلهنا كل مجد وكرامنا الآن كل والدهر دور كلها، آمين. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسماء. 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 بسم الله الرحمن الرحيم، الروح القدس الواحد امين. احنا دلوقتي في الايام دي عمالين بنجمع عشان عيد الكنيسة اللي هو اليوبيل، ف كل تفكير الكنيسة كلها وشباب الكنيسة والإذاعة وكله إن هم عايزين يجمعوا أكبر حصيلة من 50 سنة اللي فاتت دي كلها، وطبعا ده صعب، لكن يعني على قد ما نقدر. احنا دايما بنفتخر إن كنيستنا باسم ماري مرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء، واحنا فعلا لا ننكر إن هم الاتنين معانا يعني بيؤازرونا فعلا، ووقفوا معانا في حاجات عجيبة جدا في 50 سنة اللي فاتت. أول حاجة دايما ببتدي بيها إن الكنيسة هنا كانت تتسمى على اسم البابا بطرس بس، وكل الدنيا كانت تعرف الكنيسة أما بطرس، الكنيسة أما بطرس. لما أنا اترسمت ما كانش الكنيسة دي لسه اتبنت، ما كانش لسه اتفتحت. أنا اترسمت في 5 مايو، والكنيسة كان في 12 يوليو اللي بعديه. فأنا رجعت من الدير كانت لسه المباني الكنيسة كان لسه بيصبوا فيها وكلام من ده. فقعدت في الكنيسة المرقصية حوالي شهر تقريبا. من بعد ال40 يوم يعني قعدت شهر في المرقصية، ففي المرقصية كانوا مسكون فيا عايزين نقعد في المرقصية، فروحت لابونا بشوي قلت له لا ده عايزين يقعدون في المرقصية، وانا المرقصية بقى كان فيها كهنة كبار قوي في السن وناس عتاولة يعني على مستوى انا بيبي كده جنبهم يعني. فقال لي طب خلاص. كان وقتنا في الاوقات ديت كان في اعتزاز جدا بان المرسوم على مذبح هو خلاص المذبح بتاعه، ودايما عقيدتنا على فكرة وده الصح قوي ان يقول لك ان الكاهن علاقته بالمذبح بتاعه كأنها علاقة زيجة. فابونا بشوي برضو ان كان عندنا الفكرة دي، انا كنت مرسوم على كنيسة ماري مرقس عشان خاطر مش قادرين يقولوا البابا بطرس اللي في سيدي بشي دي ما حدش يعرفها، او مش عايزين ان انا حد يعرف. فلما قلت لابونا بشوي كده قال لي لا طب خلاص هنسمي الكنيسة ماري مرقس والبابا بطرس، ومن هنا جالنا ماري مرقس. يعني دي نعمة، واحنا نستاهل ان يبقى ماري مرقس شفيع لنا. ومن ذلك الوقت بقى ابتدى ايه ماري مرقس البابا بطرس يبقوا ايه شفعاء الكنيسة في العناية بتاعتنا. ماري مرقس كان دايما يعني ما اعرفش ده انا اقول الكلام ده ولا ايه، انا كان احساسي كده دايما زي ما تقول صلاة أو حوار مع ماري مرقس بابا بطرس. قلت له يا ماري مرقس أنت مسؤول كنيسة مثلا كده،
تحمي الكنيسة من الناحية الشرقية ومن الناحية البحرية، وانت يا بابا بطرس تحمي الكنيسة من الناحية القبلية دي ومن الناحية الغربية دي. عشان كده أول ما عملنا المستشفى قلنا دي الناحية دي ناحية مرمورس، سميناها إيه؟ مستشفى مرمورس. وابتدى يعمل معانا شوية حاجات في الإيه؟ في الجزء اللي هو ماسكه ده الشغل بتاعه يعني. يعني مستشفى، أنت عارف مستشفى مرمورس دي جت إزاي؟ قصدي في المكان ده يعني، إحنا كنا عاملين المستشفى كانت هنا في الكنيسة جوه أوضتين كده صغيرين، لكن المكان ده كان رملة، فجم ناس من الكنيسة بيقولوا إحنا عايزين نبني، هناخد الحتة ديت وهنبنيها عمارة. فبرضه شغل مرمورس، قلت لهم طب أنا أخش معاكم إحنا ككنيسة يعني. قالوا خلاص تخش معنا بالربع، هم كانوا ثلاثة وإحنا. فقعدوا بيننا البيت ده، العمارة ديت اللي فيها مرمورس، الكنيسة خدت ربع. وإيه كنا بندفع لهم 100,000 كل شوية مش عارف إيه، ودفعنا النصيب اللي علينا وخدنا البدرون والدور الاول باين ومش عارف دور كام، يعني اتقسمت على الاربعه يعني، كانوا بينينها ما عارف 8 ادوار ولا حاجه زي كده. فابتدينا نستغل بقى المبنى الجديد ده بقى، دي كانت حاجه يعني بالنسبه لنا امله، ان احنا ابتدينا نطلع بره كده ونقلنا المستشفى هناك. وابتدينا نعمل في الاول، عملنا زي نادي في البدرون، وبعدين قلبناه عمل لغايه ما ابتدت المستشفى خدت المكان كله، وابتدى المستشفى بقى تتوسع بطريقتها. بيننا وبين البيت اللي فيه الأسنان ده اسمه، كان اسمه البيت ده كان اسمه بيت المراسي، راجل كبير وابنه مهندس مقاول كبير، وهم يملكوا البيت ده. وبيننا وبينهم كان في جنينة كبيرة كده. فالراجل ده اللي هو المهندس ده المراسي ده كان عايز يبيع الجنينة دي. المهم احنا حسينا بكده، قلنا بس نشتري احلى، ومرمورس بقى يشتغل، لان دي ايه دي الضفه بتاعته هو حر. فدخلنا واحد راح اتفاهم معاه وقال له انا هشتري انا الجنينه ديت، واشتريناها باسم واحد وهنبتدي نبني واحنا ما معناش ولا مليم. فقعدنا كده لجنه الكنيسه، انا وابونا مسائل ولجنه الكنيسه، قلنا طب هنجيب فلوس منين؟ قلت لهم نبتدي بأنفسنا، الكهنة ولجنة الكنيسة كل واحد يدفع 200 جنيه. طبعا زمان 200 جنيه ده كانت لها قيمة، كان طن الأسمنت مش عارف ب 10 جنيه والحديد مش عارف ب 15 جنيه ولا إيه. يعني ال 200 مع أعضاء اللجنة مع أنا وأبونا يعملوا مبلغ يشتغلوا بيه. والأعجب من كده بقى إيه؟ إن الراجل ده خلينا الشخص اللي احنا شارين باسمه يقول له ممكن تبني لي البيت ده، هو كان مقاول، قال له ابني. فاصبح الراجل اللي هو جارنا اللي احنا خايفين منه هو اللي بيبني لنا، وما يعرفش ان هي للكنيسه. اول ما ابتدينا نبني ويحطوا يحفروا، كان في عيد مرمورس، عيد مرمورس اللي هو في 8 مايو سنه 86، اللي هو اللي بعد العيد الايام ده، عيد 8 مايو كانت البدايه. وابتدوا بقى يشتغلوا بسرعه على عيد مرمرقص اللي هو في 30 بابا دي بوافق في اوائل نوفمبر كده، يعني من مايو لنوفمبر ما فيش يعني 6 شهور تقريبا، كانوا خلصوا المبنى الخرساني كله. وقالوا وفي يوم عيد مرمرقص قالوا احنا بنصب السقف الاخير اللي هو في 7 دور تقريبا او 6 دور كل ده، واحنا قلبنا حاطين ايدينا على قلبنا، لان بنبني باسم واحد تاني وهو بتاع الكنيسه، وخايفين لحد يعرف. وبعد كده العجيب ان جينا في عيد مرمرقص اللي بعد كده كانوا ابتدوا بقى يشطبوا ويبلطوا، كان خلصنا المبنى الخرساني كله في عيد مرمرقص. عيد مرمرقص الثاني كانوا تقريبا خلصوا، جينا خلصنا عيد مرمرقص رحنا شلنا، كان في شويه حاجات بتاعه الحضانه طلعنا الحضانه فيها، وسمينا اللي هو المبنى الحضانه العربي ده مبنى ايه حضانه مرمرقص، وسمينا المبنى ده مبنى مرمرقص اللي هو حاليا في حضانه العربي وفيه الخدمه التعليميه. تلاقي رفيع كده لانه كان جنينه يا دوبك طلعنا بيها كده. ده مرمرقص. والعجيب ان يجي بعدها على طول مفيش العيد يمكن اللي بعده، واحنا اول ما خلص القداس بصيت لقيت الاستاذ يونان الله ينايح نفسه الاستاذ عويضه جايين جري يقولوا لنا جالنا قرار ترميم للكنيسه.
ودي كانت البداية في عيد مريم مرقص. لما جه قرار جينا داخلين بكل قوة، يا دوبك خلصنا القداس دخل العمال والمهندسين وقعد يحفروا في الكنيسة، وزي ما انتوا عارفين سمعتوا القصة دي كتير، ان ابتدينا نبني في الكنيسة الأساسات. ما كانتش الكنيسة دي لا أساسات خالص، فكانت دي بركة مريم مرقص بالنسبة لنا يعني ورا بعض. حتى أنا علقت وقلت إن مريم مرقص في كل عيد يجيب لنا هدية، وقرار الترميم ده كان أكبر هدية. خمسين سنة سلم سما. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسما. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسما. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسما. كنيسة القديسين 50. كنيسة القديسين 50 سنة سلم للسما. من الممتلكات القديمة التي تحتويها كنيسة القديسين وتعود لزمن نشأتها عام 1971، أي منذ 50 عاما. كرسي المسبح الجانبي في الهيكل البحري بالكنيسة الصغيرة بالدور الأرضي. هذا المسبح كان أبينا المتنيح القمص بشوي كامل متفق عليه مع رجل ينحت على الخشب بدق، ولكنه أبطأ في تنفيذه وأحضره معه بعد افتتاح الكنيسة بمدة. دكة الصلابوت وتقريبا كانت موجودة في أول أسبوع ألام يمر على الكنيسة عام 1972. أيقونة السيدة العذراء حاملة الطفل يسوع، وقد جاءت هذه الأيقونة من كنيسة مارجرجس بسبورتينج عند الافتتاح. أيقونة القديس مريم مرقص الرسول كان قد رسمها الفنان صادق فرج.